كان في جدل واسع الفترة اللي فاتت حوالين فيديو كده كان انتشر لسمي يعني أو المصطلح عليه شعبيا بأنها فكرة التنقيط يعني. ولكن المرة دي كانت الواقع غريبة شوية، لأنه التنقيط المرة دي كان في إحدى مجالس العزاء بالدقهلية، والحكاية بدأت لما كان واحد طبعا من الموجودين يعني تأثر بقراءة الشيخ محمود الأزاز، وهي طبعا قراءة جميلة تخطف يعني القلوب والأسماع، وهو يعني بشكل يمكن في قدر كبير من العفوية قام ينقط الشيخ طبعا اعتزازا يعني. وهنتكلم في القصة دي يعني بدون طبعا اتهامات أو تجريح في حد أو ما نكبر المواضيع، حبنشوف بس نعالج الأحداث وبنشوف ايه الدروس اللي ممكن نستفيد منها في القصة دي. خلونا نشوف الأول مع بعض الفيديو عشان اللي ما شافوش ونرجع نتكلم مع حضراتكم. يعني احيانا بتبقى يعني الرغبه في العرفان والامتنان بيتم التعبير عنها احيانا يعني بشكل عفوي، ممكن يوقع شويه صاحبه يعني في بعض الجدل او في بعض القيل والقال، لكن احنا هنستوضح برضو الموضوع بشكل اعمق وهنشوف الواقعه دي. لانه انا في تقديري يعني وحضراتكم عارفين يعني احنا طبعا شعب محب للاستماع للقران الكريم، وعندنا دايما القراء في مكانه مرتفعه وعاليه جدا، وفي كتير من المحبين وكتير من الدراويش اللي حتى بيسعوا احيانا لحضور والاستماع للقراءات الجميله لمشايخنا المختلفين، حتى يمكن هو ممكن ما يكونش من عيلة المتوفي مثلا أو في مجلس العزاء ده، ولكنه حب يحضر يعمل الواجب ويستمع كمان للقرآن الكريم، ولو فيش مشكلة يعني كلها رحمات بإذن الله. لكن طبعا أحيانا الشوية العفوية دي بتروح لمنحة تاني، على اعتبار أنه برضو القارئ أو الشيخ ليه مكانته الخاصة وليه وجهة اجتماعية مختلفة، وفي صورة نمطية دايما عند الناس عن القراء، وهو الراجل الحقيقة يعني تصرف ذكي واستكمل قراءة القرآن الكريم ويعني تدارك الموقف، وهو الراجل التاني هو راجل محب بس ايه يعني خانوا التعبير زي ما بيقولوا او دايما بنقول خانوا التعبير في طبعا اثناء الحضور لمجلس العزاء. احنا معانا الاستاذ محمد الصندولي المستشار الاعلامي لنقابه قراء القران الكريم ونائب رئيس تحرير مجله اللواء الاسلامي. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. الله يبارك فيك يا استاذ حسام، فرصه طيبه. فرصه طيبه سعيده جدا. الله يبارك فيك يا استاذ حسام، بارك الله فيك وعلي. طبعا انا يعني ما بناقش بحضرتك، انا ما بحبش القي اتهامات او انتقد اشخاص، لا يعني أبداً او اكبر أبداً. موضوع مش احنا بناخد صوره كده وبنتعلم منها وبنفهم نعم. الناس ونوعيهم وما اعتقدش انه في حد كانت نيته وحشه سواء هنا او هنا او هنا. نعم، انت ايه نعم راي حضرتك في القصه دي ونستفيد نتعلم منها ايه؟ نعم سيادتك على الهواء دلوقتي احنا؟ احنا على الهواء، اتفضل. هو طبعا انا على ما سمعت النهارده من الاستاذ لطيف من سيادتكم يعني ومن الناس بره على انه فيه قارئ تقريبا قرا قران وحد حط له الشيخ محمود الأزاز، صديق الشيخ محمود الخزاز، حط له فلوس كده تقريبا يعني يعني عمل له زي سلسله كده بالسلسله. ايوه وهو نعم. الراجل يعني من حبا وامتنانا يعني نعم هو طبعا يعني الو فضيلة الشيخ، طيب هنحاول نكلمه تاني، بس زي ما قلت لحضراتكم احيانا بس العفويه بتخوننا، ويمكن الراجل واضح حتى ان هو متاثر ومتفاعل جدا ومحب يعني
بشده، واعتقد انه كان في ما يشبه كده زمان لكن مش بالطريقه دي. يعني هو تعبير عن التقدير الكبير يعني، وانه راجل مستمع جيد. بص حركه وبيبوسه حتى في فضيله الشيخ، كمان صوته خلاب. يمكن كنت دخلت على اليوتيوب كده سمعت بعض المقاطع ليه، فزي ما حضراتكم يعني الناس قاعده كتير، مجلس كبير. طيب معانا الاستاذ محمد الشندويلي، فضيلتك اهلا بيك معانا. الله يبارك فيك محمد الشندويلي، نائب رئيس تحرير اللواء الكلان ومستشار الاعلامي لنخبه القراء. المهم سيادتك، انا قلت كده اول مره فما تقلقش. الله يبارك فيك يا استاذنا. هو طبعا استاذ حسام، هذه العاده التي فعلها هذا الشخص يفعلها الباكستانيون مع القراء اثناء القراءة يعني. صح صح، بيضع لي في رقبته نقودا و يعني متصلة بعضها ببعض ويضعها في عنق القارئ استحبابا يعني. وطبعا قرأت شوية انه انا يعني قرأت كده شوية، بس اعتقد زمان كان في ما يشبه يعني، في كانت حوادث من دي بتحصل يعني مع بعض المشايخ الكبار وكده. انت عارف حضرتك احنا شعب نحب السلطنة بشكل عام. بالظبط بالظبط بالضبط استاذنا. هو طبعا هذه العاده طبعا في بعض القراء يرفضوها يعني، مثلا على مثل سمعت ان فضيله الشيخ عبد الباسط كان يوصيهم، والشيخ محمد صديق لما كان يروحوا زمان في السبعينيات ما يعملوش الحركات دي خالص. ايوه انا بقول لك ما كانش يفعلوها. ولذلك يجب على القراء اليوم، ان اخواننا القراء يجب عليهم الالتزام، بيقولوا يا اخواننا احنا ما يجب التشجيع بكلمة الله مش عارف ايه بس كفاية كده. بالظبط. هو فضلت الشيخ الحقيقة ما عملش حاجة، هو تصرف بذكاء يعني في الموقف وحياه وحط الحاجة على جنب. ماشي. تدارك الموقف يعني فضلت الشيخ ذكي. طب احنا يعني استاذنك تفضل معانا، هو معانا برضو فضلت الشيخ محمود الازاز. اهلا بيك معانا يا فندم، منورنا. اهلا اهلا بحضرتك في الصنديق، نورتنا. اولا يعني بشكل شخصي اثني على جمال صوت حضرتك يعني، وسعيد بوجودك معانا. ودي كده يعني الفقره دي للدردشه كده مش للاتهامات او حاجه يعني. انا فيما يبدو ان حضرتك تصرفت تصرف يعني ذكي، لكن انت قول لي الواقعه دي، لانها انتشرت بشكل كبير قوي على النت والناس كانت بتقول ازاي ده وكده، انت شفتها ازاي يعني؟ اولا انا برحب بحضرتك طبعا يا استاذ حسام، وحضرتك برنامجك ده من البرامج الجميله جدا. اشكرك. لان ليه جمهوره العظيم طبعا، ومن البرامج المميزه والمنتشره جدا يعني. ولان قناه المحور اساسا من القنوات المحترمه، فليها ولحضرتك كل التقدير والاحترام. اشكرك. شفت بقى الواقعه دي، احكي لنا الواقعه ازاي. ده كان مجلس عزاء؟ كان عزاء في الدقهليه في بلد تبع مركز سن بلوين. بس ما شاء الله الحضور ضخم يعني، متهيألي انا شايف في الصوره ناس كتير قوي. هم تقريبا ناس صحاب واجب وناس محترمين، فاكيد طبعا يعني. والبلد كلها من عادات العزاء البلد كلها بتحضر وكده. اكيد طبعا، اكيد ده واجب عزاء، فالكل بيجامل والكل بيحضر طبعا. طب يعني الرجل اللي هو يعني طبعا اللي شفناه في الصوره الاستاذ عبد الله نصر، يعني احكي لي، هو يبدو ان هو من محبيك من زمان يعني. والله يا عم الحاج عبد الله، اولا بيعتبر بمثابه والد يعني، هو راجل محترم جدا وشخصيه محترمه. يعني يعني انا مش بهاجمه، انا بس يعني ممكن تبقى احيانا بيخن التعبير. اكيد طبعا، اكيد اكيد بيحصل ساعات تصرف كده لا ارادي من البني ادم، مع بس انا مستغرب الموقف عليه بصراحه يعني. هو ممكن يكون يعني يعني حبه ليا زايد عن اللزوم. او حاجه زي كده، او يعني خلاه عمل حاجه مش اولا انا بستنكر طبعا الموضوع ده طبعا. وبقول طبعا الموضوع ده لا يليق بمجال بمقام القران ولا بقام اهل القران. ودي حاجه طبعا مش كويسه طبعا، واكيد واضح للجميع ان تعبيرات وشي حتى، وان انا استغربت ان اللي حصل. فيعني ايوه هو حضرتك يعني واضح حتى ان انت يعني اتخضيت شويه او موقف اربكك، فحطيت الحاجه على جنب وكده يعني. انا كل اللي ده كان واضح، كسفت حضرتك يا فندم. طبعا الله يخليك، ده شرف لي. اولا كل اللي بيصعب عليا ان انا فهمت اتهامات كتيره جدا في المشهور ده، هو ان يقول لحضرتك ده باتفاق مع الحاج عبد الله عشان ياخد ترند او حاجه زي كده، والكلام ده طبعا يعني الانسان ينأى بهذا الفعل طبعا. ان هو ما يعملش حاجه زي كده طبعا. وانت ما خدتش حاجه في الاخر اعتقد يعني. لا ناخد ايه يا فندم؟ أيوة. يا فندم لا طبعا، لا طبعا. طيب حد، انا شايف حد ناس من الجامع كمان اتكلموا معايا او كده.
الناس صحابي العزاء طبعا زعلوا من الموقف اساسا يعني. طبعا. ايوه. طيب عامة يعني احنا كنت معانا عشان كنت بتوضح الامور، فحضرتك بتقول ان انت يعني ده موقف فوجئت بيه، وده تعبير عن امتنان او شكر او عرفان طبعا لجمال صوت حضرتك، وانك في النهايه ما خدتش حاجه يعني، والفعل ده بتستنكره بشكل عام لمقام يعني رجل الدين ومقام اكيد طبعا ومقام القران. اولا احنا طبعا يعني بنشكر حضرتكم الاول لاهتمامكم بالشيء ده، هو لحمايه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا احنا في حاجات كتير كقراء مظلومين فيها، يعني ما بيرضناش افعال كتير بتحصل في العزاءات طبعا، ودي بتبقى يعني في حاجات تانية بتحصل كتير طبعا. زي كتير. ايه مثلا؟ زي ايه؟ والله حاجات يعني مثلا يعني هنقول يعني الناس اللي بتيجي بتلف ورا المشايخ والتهليل، وانها ما بتسمعش القران كويس، وما يعني ما بتبقاش يعني منصته للكلام كويس القران كويس، وبتاخد المشوار ان هو يعني مش عارف اجيبها لك ازاي. طبعا الواحد بيبقى مستقبل اللي بيحصل، والناس دي كده بتقعد حاضره بتشرب سجاير في العزاء، دي حاجات من الحاجات اللي مش كويسه. ايوه فاهم. من ال طيب وبعدين انا طالب بس طلب بسيط، ان لازم يكون فيه يعني رقابه شويه على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا دي، يعني حضراتكم بتقولوا فيه ميثاق شرف للاعلام. فبنطالب برضو ان يبقى فيه ميثاق شرف للعمل الصحفي على السوشيال ميديا، لان لا دي 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 ما هو ده موضوع كبير قوي اصله. انت يعني هتحوش عن مين ولا مين؟ احنا 110 مليون وفي اكتر من 60 مليون بني ادم دلوقتي على الفيسبوك، 60 مليون مصري. لما بيبقى في مين ولا مين فين؟ لما بيبقى يعني في موضوع حتى ما بيجيش القضيه، يعني القضيه ذات نفسها ما حدش بيودع من اطرافها او بيتواصلوا مع الناس اللي حصل معاهم المواقف ديت، وما يهموش ان مثلا اي شخص سواء طلع شيخ او ممثل او اي حد، المهم ان هو هيدخل له ايه او كل ده على حساب او هتفكر مين. في العاقبه بتاعت الحادثه دي ازاي؟ في العاقبه بتاعت الحادثه دي. واللي بيكتب على السوشيال ميديا بيبقى شايف الموقف كله او عارف ملابساته كلها. احنا احيانا بنتسرع في اطلاق الاحكام، واسمح لي انا بفكر الناس بفكره يعني او بالنصيحه الربانيه، فتبينوا في سوره الحجرات ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا فين من كلام ربنا من الحاجات دي؟ المفروض ان احنا لما نشوف حاجه زي كده ما ننكرهاش الاول قبل ما نتبين الحقيقه، انما اتهامات بالباطل وطبعا ما خلاص ما احنا بنستوضح الامر. طب فضلت الشيخ خليك معانا، احنا كمان معانا الاستاذ عبد الله نصر. اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا، بنور سعادتك وامرني. اهلا بيك يا فندم. طبعا مصر كلها طبعا اتفرجت على حضرتك في الفيديو مع فضيله الشيخ محمود الازاز، وانا هنا مش بتهم حضرتك يعني بحاجه، انا بس الفعله شويه خضت الناس، وانت عارف برضو مقام رجل الدين مقام القارئ، فالناس على السوشيال ميديا بتتسرع احيانا في اطلاق الاحكام، وان هم برضو بعضهم اذى الشيخ ببعض الكلمات مش لطيفه الحقيقه. فانا عايزين استوضح منك الموضوع ده، وانا عارف ان حضرتك كنت بتعمل ده بدافع الامتنان او العرفان، بس يمكن الطريقه نفسها خانت حضرتك شويه. مش سعادتك اللي انت تقول الكلام سعادتك على دماغي، انا اللي لازم اوضح للدنيا كلها. اتفضل اتفضل. للدنيا كلها، وانا قلت قبل كده في القنوات الثانيه برضو انني متاسف للمولى عز وجل على فعلتي اللي انا عملتها بيا، وسولت ليا نفسي ان انا فعلت حاجه زي دي، وطبعا ده حب مفرط زياده عن اللزوم لابني اللي انا اتشرف ان يبقى يقبل ابوتي له بعد ابويا الشيخ محمد عبد الرحمن الازاز مع احترامي له. هو كان بيقول كده الصراحه، هو بيقول يعني الاستاذ محمد نصر بمثابه اب ليا، يعني اتمنى من المولى عز وجل ان هو يقبل ديا بعد ابوه الاصلي شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا ابويا الحاج محمد عبد الرحمن الازاز. أيوة. لكن انا ما اقصدش بقى حاجه خالص. أيوة. وطبعا انا قلت الكلام ده حصل بيني وبين رب، يعلمه رب قبل مني، لان صح. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، يعلم السر قبل ما انوي ان انا احلم السر. ربنا عارف الحاجه دي، وسولت ليا نفسه وعملت الحاجه دي بالليل بدون علم حد خالص لا يعلمها. أيوة. الا الله سبحانه وتعالى ثم مني. ومن بالليل طبعا عارف على النت ان هو ايه ساعته موجود في طمايه الزهيره، وانا عاشق ومحب للقران الكريم وخاصه بصوت
هو فضيله الشيخ من طمايز دايره ولا هو؟ لا لا لا، هو البحيره من ابو حمص. اه ايوه اوكي، بس كان في طمايز زاير ده بلد ام كلثوم بقى، بلد المش لا لا لا، لا كان العزله في قريه طمايز زايره بالسنبلوين. اه وطبعا انا ما يحجبنيش عنه وعلى عن رؤياه وعلى عن سماع صوته الجميل للرنان الا المسافات الطويله اللي هي بقى خارج الصعيد عند اخواننا وحبيبنا. انت بتحب تروح تحضر له في حاجات كتير يعني؟ وجه ابلي او راكب الطياره ورايح مثلا اي مشوار خارجي ولا بتاع، جزاه الله خير، بنهضر له بقى على الفيس وبنسمعه على النت وبنعدلق له، لكن داخل المحافظات اللي هي جنبنا دي بنتنقل له بال 100 و 150 كيلو مواصلات عشان نروح نسمع صوته. الله الله، ده طبعا حب يعني. احنا برضو بناخد الموقف ده كدرس وكعبره. الناس دي انا ساعات الباشا بنفهم برضو عشان ايه يعني، برضو محدش بعد كده يقول حاجه هو مش فاهمها قوي او الناس دي سعادتك مريضه قلوب، مريضه قلوب. لا خلاص بقى، من غير ما احنا بقول لك، احنا انا القاعده عندي انا ما بتهمش حد، او يعني انا بحاول نشوف يعني، احنا ما نحاسبش على نوايا، ربنا اللي بيحاسب. فحضرتك وضحت وجهه نظرك. احنا معانا الشيخ محمود القزاز برضو. يا استاذ عبد الله نصر، لو حضرتك عايز تقول له حاجه لاستاذ يا شيخ محمود. ده شرف ليا طبعا. اتفضل. انا اقول للشيخ محمود واقول لقبل الشيخ محمود استاذنا الفاضل وشيخنا الفاضل الموقر الاستاذ نقيب القراء بالجمهوريه كلها، الاستاذ محمد، فضيله الشيخ محمد حشاد الشندويلي، محمد حشاد، انا متاسف له. ده حشاد طيب، ما مفهوم. انا متاسف له وندم كلته وكل الندم ان انا عملت حاجه زي دي، وبتاسف لابني محمود محمد عبد الرحمن القزاز فضيله الشيخ. انت والد وما تقولش كده. معذره كنت يعني حاجه زايده عن اللزوم يعني. ايوه خلاص. لا لا لا، متاسف له جدا. محبه حلوه بس من الحب ما قتل احيانا، لان الناس ما بتبقاش فاهمه قوي طبعا الاجواء. انا بشكر حضراتكم وسعدت بوجودكم يعني، وده درس نتعلم منه يا استاذ عبد الله، وبرده صوره قدمناها للمجتمع عشان برضو ايه نتعلم بكلنا، ونشوف برضو انه احيانا بعض الحاجات اللي ممكن تخرج بشكل عفوي بتتفهم احيانا غلط، خاصه انه السوشيال ميديا لا تتبين اي شيء، هو الناس بتخش على طول زي القطر يهاجم ويشتم وينتقد من غير ما يحاول التباين، مع ان فضيله الشيخ وضح لنا دائما انه بعض الظن اثم كمان.